سهيل زكار باحث ومؤرخ ومحقق تعرفه الأجيال العربية من المحيط إلى الخليج. سهيل زكار أثرى المكتبة العربية بأكثر من 260 كتاباً، لعل أشهرها موسوعة الحروب الصليبية التي تقع في أكثر من 95 مجلداً. إن وراء نجاح هذا الرجل ووراء علمه الموسوعي ومؤلفاته الموسوعية حكاية معاناة. ولد سهيل زكار في محافظة حماه عام 36 و900 ألف للميلاد. درس الابتدائية وبداية الإعدادية، غير أن ظروفا مادية سيئة ألمت بأسرته كانت السبب في تركه للمدرسة وهو في الصف السابع. وحين صار عمره يسمح له بالتقدم للشهادة الإعدادية، تقدم ونجح عن طريق الدراسة الحرة، وبعدها عمل معلماً وكيلاً. يقول عن نفسه في تلك الفترة: إنني طيلة حياتي كنت صديقاً لليل، لذلك أمضيت نهاري في العمل وليلي في القراءة. وأذكر حينها أنني قرأت كل ما كتب سارتر، وما ضيعت فرصة لاستعارة كتاب أو مجلة وفوتها، ولا لشراء كتاب إلا اغتنمتها. وهكذا لم أنقطع عن القراءة والمطالعة فترة انقطاعي عن الدراسة. لذلك حينما تقدمت للشهادة الإعدادية وبعدها للشهادة الثانوية لم أجد صعوبة في النجاح. أنهى الدكتور سهيل زكار مرحلة الجامعة قسم التاريخ بشكل نظامي، فقد تخرج بعد 4 سنوات ونال المرتبة الأولى، علماً أنه كان يعمل مستخدماً مدنياً في وزارة الدفاع إلى جانب الدراسة لينفق على نفسه. عمل معيداً منذ عام 64 و900 ألف للميلاد في جامعة دمشق لمادة تاريخ العربي والإسلام. وعن طريق الجامعة تهيأت له السبل للذهاب إلى لندن لإكمال دراسة الماجستير والدكتوراه، وفي منتصف عام 69 و900 ألف ميلادية أنهى مرحلة الدكتوراه. عرضت عليه جامعة لندن أن يعمل مدرساً للتدريس والتدريب فيها، فاعتذر وقال: شعرت أن بلدي بحاجة لي أكثر من جامعة لندن، ثم إن بلدي هو الذي أنفق علي خلال فترة دراستي. عاد سهيل زكار إلى سوريا ليعمل مدرساً في جامعة دمشق، إلا أنه واجه بعض الصعوبات للتوفيق بين عمله الجامعي والتزامه بالعمل العلمي، فقد كان من أوليات مطامحه في تلك الفترة إنشاء مركز لجمع التراث العربي في مدينة بيروت أو دمشق. في عام 79 و900 ألف للميلاد بدأ مزاولة التأليف، فأصدر عدداً كبيراً من المؤلفات كانت موضع رعاية الرئيس حافظ الأسد رحمه الله. يقول سهيل زكار: إن حافظ الأسد لم يكن رجل دولة وحسب، بل كان مؤرخاً مهتماً بالتاريخ، لذلك اهتم بي بشكل شخصي وقام بتكليفي ببعض الدراسات والأبحاث، كما ساعدني على تخطي بعض العقبات ومنها العقبات المادية. ولا تزال موسوعة الحروب الصليبية تطبع على نفقة القصر الجمهوري، ولولا ذلك ما كان للعمل أن يستمر حتى الآن. يعمل الدكتور سهيل زكار وفق خطين مترافقين: الخط الأول الموسوعة وهو الخط الأساس، والخط الآخر هو القيام بالدراسات والترجمات والتأليف، الأمر الذي جعل الدكتور زكار قريباً من القراء بالإضافة إلى المحاضرات والأعمال الإعلامية.
دعته بعض الجامعات الأمريكية للتدريس فيها على أن يحدد بنفسه الراتب الذي يريد، ولكنه رفض رغم إغراءاته المادية. ورفض كذلك عرضين اثنين، أحدهما من دولة الكويت والآخر من المملكة العربية السعودية. يقول الدكتور سهيل زكار: إنني أعترف أنني تتلمذت على عدد كبير من المؤرخين العرب وغير العرب، وإذا كنت قد امتلكت الآن شخصية الباحث فهي خبرة تراكمية من تجارب الآخرين ومما تكون لدي من قناعات، وأنا دائما أقول عن نفسي إنني سأظل تلميذا مخلصا لابن إسحاق ولخليفة ابن خياط ولابن الجوزي ولابن كثير الدمشقي ولأعداد كبيرة من عمالقة المؤرخين العرب ممن تعاملت مع إنتاجهم ومؤلفاتهم. ضمن هذه المسيرة عرفت الكثير من الإخفاقات والانكسارات، وبداية كنت كلما واجهت أزمة أتألم وأنزعج، لكن الأيام علمتني أن أبتلع أزماتي ولا أدعها تبتلعني، علمتني أن أجعل من كل أزمة محرضا لي للنجاح والانطلاق والتقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا كم كنت وما زلت أتمنى أن أكون اليوم مع حجاج بيت الله الحرام لأدعو الله تعالى، وهناك يستجاب الدعاء حتى يمكنني من إنجاز مشروع من مشاريع التي خططت لها منذ زمن طويل على قاعدة المجاهد الكبير صلاح الدين الأيوبي الذي قال عنه مؤرخه القاضي بن شداد: كان عنده من القدس المقيم المقعد. وأنا بالنسبة لي القدس هي همي الأكبر، وأريد أن أكتب تاريخا للقدس منذ أقدم الأزمنة حتى الوقت الحالي. خططت لهذا المشروع بأن يكون على الأقل في 10 مجلدات، كل مجلد ما لا يقل عن 500 صفحة، وأدعي أنني بدت أمتلك ما أحتاجه من مصادر ومراجع مع تملك الصورة التاريخية. أنا سأكتب إن شاء الله القدس وتاريخها على الرغم من حبي لها، لكن بنظرة علمية حيادية موثقة. أكتب للقارئ العربي وللقارئ المسلم العربي وغير المسلم وجميع القراء المسلمين والعالميين، مع أمل أن يترجم العمل عندما ينتهي إلى بعض اللغات الحية، وأملي كبير أن ينجز هذا المشروع قبل انتهاء أو أثناء الاحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية. الحقيقة لا يمكن يكون أي باحث أو مفكر من دون رسالة. الحمد لله تعالى على رسالة الإسلام. نحن الحقيقة في هذه الأيام عرضة لأشد الهجمات ومحاولات لتزييف هويتنا وشخصيتنا وتاريخنا. أنا كنت هذا الصباح أعمل في دراسة عن الديانة البوذية التي يؤمن بها أكثر من 1 مليار من البشر،
وجدت أن هذه الديانة تراكمات. وخلال عملي بكل الديانات، إن الدين عند الله الإسلام، وأن يكون الإنسان متمسكا برسالة الإسلام، يعني متمسكا بالحق والوثيقة والصراحة والجرأة، وأن رسالة الإسلام تقتضي مني ومن غيري أن نكتب تاريخنا لننفي عنه الزيف، وتاريخ أمة لا تاريخ فئات أو طوائف، تاريخ صنعه البشر، والبشر قد يخطئون ويصيبون، لكن عبر التاريخ هذه الأمة كانت وما تزال أمة واحدة، وتمتلك تاريخا هو الأنقى والأكثر إنسانية وعطاء، ونحن بحاجة لمثل هذا العمل لأنفسنا وللمسلمين وللإنسانية جمعاء، لأن الحل لكل مشاكل العالم الآن موجود ومتوفر في الإسلام. وإنني بصفتي مسلماً أولاً وباحثاً في التاريخ أجد المثل الأعلى الذي ينبغي أن يتخذه الإنسان في حياته هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يحرص الدكتور سهيل زكار على عمل موسوعة كبيرة عن القدس بعد انتهائه من موسوعته الحالية عن الحروب الصليبية، وسوف يقدمها هدية متواضعة إلى القدس الشريف أولى القبلتين. ويطمح الدكتور سهيل زكار أن تكون مكتبته الكبيرة التي تحتوي على أكثر من 30,000 عنوان نواة لمركز دراسات للدارسين والباحثين. يقول الدكتور سهيل زكار إن أعظم شيء في حياة الإنسان هو أن يعيش لرسالته، ورسالتي هي خدمة الأمة وخدمة تراثها الإسلامي. لقد كانوا يقولون في السابق إن الأقوياء هم الذين يكتبون التاريخ، أما أنا فأقول إن المؤرخين والباحثين الحقيقيين هم الذين يجب أن يكتبوا التاريخ بعيداً عن الأهواء والمصالح والتزييف لصالح عدد من الأشخاص. للدكتور سهيل زكار 4 أولاد تخرجوا جميعاً من كلية الطب البشري، وأخرج الدكتور زكار حوالي 45,000 صفحة ما بين ترجمة وتحقيق وتأليف.